عندنا أكثر 90% من البي بي نتش الداخلي الخام تاع تونس متأتي من الاقتراض. الميزانية اللي صادقت عليها حكومة هشام المشيشي في أكثر من 50 مليار دينار ميزانية، عندنا 18 مليار لازم نمولوهم بالاقتراض، 13 من الاقتراض الخارجي، من غير ما يكون عندنا اتفاقيات مع لا مؤسسات مالية عالمية ولا غيره من المانحين نتاع تونس. بالتالي وضعية ممكن مش مسبوقة على مستوى توازنات في المالية العمومية اللي مناش راصدين الموارد اللي تنجم تغطي المصاريف اللي حسبناها في ميزانية 2021. فالخطوات الأولى اللي لازم الحكومة تعملها هي إجراءات لتقوية الموارد الذاتية. كيفاش نجم تكون؟ هي إجراءات على مستوى جباية. تعرفوا الجباية هي تمثل حسب تقريب 90% من مواردنا الذاتية، واللي نقدروا كمنظمة بوسطة أنه عندنا هامش كبير في الترفيع في الموارد الجبائية هذه من غير ما نفقدوا كاهل المواطن العادي. معناها لازم نتوجه للفئات اللي ماهيش قاعدة تساهم جبائيا بطريقة كافية، وفي المجال هذا عندنا هامش كبير برشا. كيف نذكر التهرب الجبائي اللي حسب تقديرات متاع الحكومة التونسية يكلف تونس خسائر سنوية ب 25 مليار دينار، 25 مليار دينار حسب تقريب نصف ميزانية تونس، 85% من الموارد الجبائية، فهذه فلوس كبيرة برشا، ولازم مراجعة لعديد الضرائب، ضرائب على الدخل، ضريبة على شركات مثلا مساهمتها ما تمثل كان 10% من جملة الموارد الجبائية، وهذا ضعف فادح. حكومة هشام المشيشي بالتحديد كيف ما الحكومات متعاقبة من 2011، كيف ما منوال التنمية دون مانير جنرال عنده 35 سنة مشيت في اتجاه تنقيص الإداءات على شركات. هشام المشيشي في قانون المالية 2021 بركة كان نقص 10% كاملين نسبة الضريبة على شركات، هذا من شأنه أنه يضعف مساهمة شركات في المجهود الوطني، بالتالي لازم نراجع المسألة هذا الكل. على الأقل منذ 35 سنة، وبرنامج إصلاح الهيكل لسنة 86 كان مشمل القانون 72، ما نجحناش في الشيء هذا. معناها كيف نقوله تحفيزات على مستوى الجباية، كان ناخذوا تقارير حتى متاع البنك العالمي تقول لك أنه التحفيزات الجبائية ما هيش قاعدة تكون أنديترمينو في قرار المستثمر أنه يجي لتونس وإلا ما يجيش تونس، المستثمر الأجنبي أو لوكيرانس. نفس التقارير تقول أنه 80% من الاستثمارات كانت الاستثمارات الأجنبية كانت باش تصير في تونس بحضور الامتيازات الجبائية أو بغيابها. باش نتحدثوا لربما لغة ما أبسط، في مستوى تنمية جهوية مثلا، هذا شنو طرح المنوال التنموي الحالي؟ تحفيزات جبائية وتحفيزات المالية باش المستثمرين يمشيوا للجهات الأجنبية ويخلقوا الغاديكا النمو الاقتصادي. ما نجمش يجي يمشي المستثمر لسيدي بوزيد وإلا القفصة وقت اللي يبدا ما فماش انفراستركتور، وقت اللي ما يبداش لي فما لي ثنايا لي ريزو دو كابل لي اليد العاملة ولا مناخ فيه مينيموم تاع حركة اقتصادية باش يمشي يستثمر الغاديكا. دونك هذايا منوال جربناها عنا 35 سنة على الأقل وفشل، بالتالي اللي نحن نراوه أنه يلزمنا نقطعوا مع السياسات هذايا، وأنه الدولة يلزم تسترد دورها كمحرك أساسي على مستوى الاقتصاد، وهي تكون المستثمر الأولاني في الجهات هذه على سبيل المثال باش تخلق الحركة الاقتصادية وتتلهي بالبنية التحتية متاعنا، حتى يكون بالحق هذاك مناخ قادر يخلق حركة اقتصادية ويجلب الاستثمار. تونس عبر حكومة هشام المشيشي في أفريل من السنة الجارية كانت وجهت صندوق النقد الدولي بما يسمى ان بلان دو ريفورم، فيه اللي يسميوها الكثيرين الإصلاحات الهيكلية اللي احنا ما نعتبروهاش إصلاحات اون ديفينيتيف. هو في الحقيقة استجابة لشنو المؤسسات المالية العالمية ترى هي كروسات لازم نطبقوها على مستوى الاقتصادي والاجتماعي. كانت في الوقت ذاك لمت الاتحاد والاتكات كانت تذكروا في بيت الحكمة على أساس أنه بشي يتفقوا على الإصلاحات اللي بشي مشيوا يقدموها لصندوق النقد الدولي، حتى يكون فما أنا كور بين تونس والبارتنير سوسيو متاحة
هذا شنو طالبته صندوق النقد الدولي على الحكومه التونسيه. بطبيعة الحال كان بمثابه اكثر ان كوت كوم كو اتفاق. الحكومه في الوقت هذاك بلورت البلان دو ريفورم بين ظفرين وحدها مع بوانيه ديكسبير من غير تشاركيه بطبيعة الحال لا مع مجتمع مدني ولا مع نقابات ولا حتى مع ما يسمى بالحزام السياسي متاعها ولا حتى مع برلمان ولا حتى مع رئيس لجنة متعملية اللي كان في الوقت هذاك قاعد يقول أنه يكتشف البلان دو ريفورم عبر رويترز وعبر دي ميديا اترانجي. بطبيعة الحال الاتحاد زاد كذب كونه هو وافق على بلان دو ريفورم النوع هذاك. فالثنية اللي الحكومة التونسية رسمتها مع صندوق النقد الدولي عبر البلان دو ريفورم هذاك هي ثنية نعتبرها خطيرة برشا. فيها إجراءات تقاشفية مهمة برشا باش نقصوا من كتلة الأجور باش نقصوا من الدور الاجتماعي للدولة ولربما الأخطر من ذلك باش نواصلوا في سياسة جبائية ولا باش نعمقوا الظلم اللي تتسم به السياسات الجبائية التونسية. وهذا اللي من شأنه أنه ممكن على أمد قصير يجب يؤدي إلى انفجارها للمستوى الاجتماعي. فالمطلوب توا بالنسبة للحكومة الجديدة أنها تكون في طرح بديل مع المؤسسات المالية العالمية. وفما زوز أبعاد على الأقل، أولا على مستوى طريقة تعاملنا مع المؤسسات المالية العالمية ما نجموش نكون ويفكتيفمان في كيف ما يقول الرئيس هو في البوزيسيون متاع التلميذ وهما في البوزيسيون متاع المشرع اون ديرنيير ريسور. وهذا اللي صاير 35 سنه في تونس، هما لي فيريتابل ديسيدور بوبليك في الخيارات الجوهريه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. تراكم ديون على تونس كنحبوا نربطوها بالسياسات العموميه وبشروط الاقتراض اللي تحط علينا المؤسسات الماليه العالميه هي في الحقيقه سياسات جبائيه تخلي كون قدرتنا لجمع مواردنا الذاتية تضعف. كيفاش؟ المؤسسات المالية العالمية منذ بداية سنوات 90 كانت شرط علينا خيار على مستوى الجبائي يتمثل فيه على سبيل المثال المرور من سياسة جبائية على مستوى المداخيل. كنا قبل عنا جدول ضريبي فيه 16 شريحة والنسب اللي منطبقة على الأوروفنو الدخل اللي مستواه عالي كانت نسب هامة. كنا 80,000 دينار فما فوق كدخل أي تونسي ولا تونسية نطبق عليه نسبة 68% ضريبة على دخل. شيء اللي صندوق النقد الدولي قالنا لازم نمشيو في خيار واحد آخر وضعفنا برشا في النسبة هذه اللي ولات 35% اليوم 35% على مستوى مداخيلي فوق 50,000 دينار. وهذا بطبيعة الحال اللي ضعف برشا من مساهمة العباد اللي عندها فلوس وعندها مدخول هام. تطلب منا أن نكونوا في صيغة تنافسية وباش نجلبوا الاستثمار بالتالي نطيحوا في التوم تاع لامبوسيو دي سوسيتي. قبل بلان داجستومون ستركتوريل كنا عندنا نسبة 44% ضريبة على لي زاكتيفيتي كوميرسيال بالنسبة للشركات. تعدينا 35% في 2007، 30% في 2014، 25%. وكانت هذه راهي شروط تاع صندوق النقد الدولي وهشام المشيشي من 25% هبط منها ل 15%. سي بيان كو الموارد الضريبة على الشركات اللي كان حسب التقريب نفس الموارد نتاع ضريبة على الدخل ولا نزل مستوى 10% والمساهمة ضعيفة برشا. صندوق النقد الدولي ايضا نو بريفيليجي با لامبوزيسيون سور لو كابيتال. بتدي تشريع التونسي ما فيهش ضريبه على الثروات الكبرى على سبيل المثال، ما فيهش دي دروا دو سوكسيسيون نوتامون على لي غران سوكسيسيون الورثه اللي تبدا العبد لباس عليه وخلى الاولاد برشا ديار ولا برشا اراضي. الدوله ما تاخذش نسبه مهمه من الشيء هذا. هذا البعد الاولاني ممكن اللي تحدثت عليه في علاقه بمؤسسات الماليه العالميه، كيفاش يكون الطرح معاهم. نذكر انه ما يسمى بقانون استقلاليه البنك المركزي ما كان طرحه حتى حد. في انتخابات 2014 الاحزاب اللي قدمت برامج
المنظمات الوطنية، جمعيات المجتمع المدني، حتى ما كان طرح مسألة استقلالية البنك المركزي، وكان شرط اقتراض متاع صندوق النقد الدولي. وفي 2016 الاف ام اي باش ديبلوكي ترانش متاع البري متاعها، قالت لازم امبيراتيفمون تصدقوا لنا على استقلالية البنك المركزي. هذاك اللجنة متاع المالية كانت في وقت قياسي جدا في قانون هام جدا تقني فيه أكثر من 100 فصل صادقت عليه من غير ما يكون فما انديبا واعين على شنو نحن قادمين. وهذا من القوانين اللي خلاتنا نخسروا برشا فلوس ونقويوا في الانديتمون تاعنا. كان على سبيل المثال تونس عندها ديتو بريفيرونسيال باش تدين داخليا مع البنوك، شيء اللي تنحى واللي خلى البنوك التونسيه تسلف الدوله التونسيه بنسب ما اكبر، دخل هي برشا فلوس، ما عادش تسلف اللي باش يعمل دي بيتي بروجي، تسلف الدوله، عندها مربيح سور. وهذا اللي خلى مستوى التدين الداخلي نتاع تونس ارتفع برشا، وهذا اللي خلى تونس اون ديفينيتيف ما عادش عندها سياده. والرئيس يتحدث برشا على سياده الشعب ومقاومات سياده الشعب، سياده نقديه، بالتالي ما تنجمش تكون البنك العالمي مؤسسة مستقلة على الممثلين اللي نحن ننتخبوهم واللي ينبثقوا بعد في مجلس نواب وحكومة واخذي قرار دون مانيير جنرال، اللي هما يلزم يرسموا سياساتهم العمومية ويلزم السياسات النقدية هي اون بارتي انتجرانت من السياسات العمومية متاعنا.